شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتمكن نجاه إلى يوم الدين أما بعد نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من تفسيرنا لهذه سورة الإسراء تفسيرا ميسرا على قدر المتاح لنا وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون الحول فيتبعون أحسنه وأن يكتبنا عنده من أهل القرآن وأن يرزقنا به السعادة في الدارين. ومن قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نواصل من حيث انتهينا. وجه الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ما تحقق فيه سنة الله رب العالمين من أن الكفار إذا أخرجوا النبي فإن الله رب العالمين ينتصر له بإهلاكه، وقال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم وجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بالعبادة. وصيغة الكلام للنبي ويراد بها النبي والأمة، صيغة الكلام في الأمر للنبي والمراد أن الأمر للنبي ولأمته، فقال أقم، والإقامة من الاستقامة على الشيء من غير اعوجاج. الإقامة الاستقامة على الشيء من غير اعوجاج، فقال أقم الصلاة لدلوك. هذه اللام اسمها لام التوقيت، وهي تأتي بمعنى حين، يعني لو قلت لك أرسلت لك رسالة فأنت تسأل تقول متى أرسلتها؟ أقول لعشر خلونا من رجب مثلا، لعشر خلونا من رجب، خلونا يعني انقضت، لعشر انقضت من رجب. يعني إيه لعشر؟ تقدير الكلام حين انقضاء عشر من شهر رجب. يبقى هذه اللام اسمها لام التوقيت، وهي بمعنى حين. فهنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي حين أو عند دلوك الشمس. واختلف المفسرون في كلمة الدلوك، أصلها اللغوي نذكره لك ثم نبين اختلاف المفسرين. أصل كلمة الدلوك الانتقال والتحول، الانتقال باللام، الانتقال والتحول من مكان إلى مكان أو وضع إلى وضع وعدم استقرار. واستخدم هذا اللفظ في زماننا لما يعرف بالتدليك، كما يقال عند أطباء العلاج الطبيعي مثلا تدليك العضلات أو كذا. لماذا سمي بهذا اللفظ من هذه المادة الدال واللام والكاف؟ لانتقال اليد فيه من مكان إلى مكان، انتقال اليد فيه من مكان إلى مكان، فسمي تدليكا لكثرة الحركة والانتقال فيه. فكذلك قال أقم الصلاة لدلوك، لدلوك الشمس الانتقال والتحول، الانتقال والتحول. فقالوا لتحول السماء، عفوا، لتحول الشمس عن كبد السماء، وهو وقت الظهر ووقت العصر. يبقى القول الأول عند المفسرين
تحول الشمس عن كبد السماء. ما معنى كبد السماء؟ في منتصف السماء لما تكون الشمس عمودية يقال بداية وقت الزوال، لأنها بعد ما تكون عمودية ستبدأ تتحرك تجاه الغروب، فإذا كانت في منتصف السماء بدأ الظهر، بدأ وقت الظهر، ويظل وتبدأ الشمس أن تتحرك تتحرك وتميل عن منتصف السماء، فإذا مالت عن منتصف السماء قالوا قدر قوس أو قدر رمح، يأتي وقت العصر، ووقت الظهر ممتد إلى وقت العصر، بل من أهل العلم من مده إلى وقت الغروب للضرورة، وهو صحيح وقت الغروب يظل وقت الظهر قائم إلى غروب الشمس للضرورة، فيجمع مع العصر عند الضرورة. وهذا مختصر الكلام، وإلا فلو دخلت في أغوار التفاصيل في المواقيت كلام طويل. ولكن فلما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا لبداية تحركها من الزوال، وفيه من مواقيت الصلاة وقتان، الأول الظهر، الثاني العصر، على هذا القول أن الدلوك بمعنى التحول إلى الزوال. القول الثاني قالوا الزوال أي زوال الشمس بالكلية، فقصدوا به وقت الغروب، زوال الشمس قصدوا به أن الدلوك هو الزوال، زوال الشمس بالكلية، فقالوا أنه وقت الغروب، وقصد به المغرب، وصلاة المغرب، ثم إلى غسق الليل وقت العشاء، ثم وقرآن الفجر وقت الفجر، فتكلم عن صلوات الليل المغرب والعشاء والفجر، أو الصلوات التي تكون في الظلام وبدايته. قالوا هذا المقصود في الآية. الفريق الأول وهو اللي عليه الأكثرون وهو الأقرب أن الزوال من بداية تحرك الشمس من منتصف السماء. لماذا؟ لشموله على الصلوات الخمس. يبقى القول الأول داخل في الظهر والعصر، إلى غسق الليل أي إلى بداية الظلام دخل فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر، إذن فتمت الصلوات الخمس. وتأمل أن الإشارة إلى مواقيت الصلاة في سورة الإسراء علاقة قوية بموضوع السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به إلا لافتراض الصلاة، فجاء تحديد مواقيت الصلاة في خضم السورة، سورة الإسراء، لأنها متعلقة أصلاً برحلة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة. واضح؟ إذن ففي كلمة لدلوك الشمس قولان، الأول طيب الأول ما معنى الدلوك؟ الانتقال والتحول. القول الأول في الدلوك وهو عليه الأكثرون وهو الأقرب أن دلوك الشمس من وقت الزوال، وقت الزوال هل هو زوال الشمس بالكلية ولا تبدأ الشمس أن تزول من كبد السماء؟ القول الأول أنها تبدأ أن تتحرك من منتصف السماء، وفيه وقت الظهر ووقت العصر. القول الثاني قالوا أن الدلوك بمعنى الزوال بالكلية، وقصدوا به المغرب. أغلب الجمهور من أهل العلم على أن الدلوك بمعنى تحرك السماء، عفوا تحرك الشمس من منتصف السماء، ويشمل وقت الظهر والعصر. إلى الغاية، إلى تفيد الغاية، ومن هنا قالوا أن الظهر ممتد إلى المغرب، وهو استنباط جيد. أقم الصلاة حين دلوك الشمس، قلنا اللام بمعنى حين،
لم توقيت حين دلوك الشمس أخر الصلاة إلى غسق الليل، فقالوا أن الظهر والعصر كلاهما ممتد إلى بداية غسق الليل وهو المغرب، ولكن امتداد الظهر إلى هذا التوقيت للضرورة ليس تهاونا، وإلا فإن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه تجد أنه صلى الظهر عندما انصرفت الشمس من منتصف السماء في أحاديث فيها كلام طويل لأهل العلم إلى قرابة العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في هذا التوقيت، فقال إلى غسق. أصل الغسق دخول الليل بظلامه، ويشمل أيضا برودة الليل. دخول الليل ودخول الظلام ويشمل البرودة التي في الليل، هكذا استقراء اللفظ في القرآن. ما معنى كلمة استقراء؟ يعني أن تأخذ لفظ وتطوف عليه في القرآن بالكامل تطلعه، يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بستقرئ اللفظ من القرآن، يعني بجيبه من الأماكن كلها. فاستقراء اللفظ في القرآن أنه يشمل إقبال الليل بظلامه مع برودته. أين ورد لفظ غسق الليل؟ قال الله ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل، إذا وقب إذا دخل وأظلم. الغاسق الليل، وقب يعني دخل وأظلم في سورة الفلق. ومن عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وغساق نفس المادة. قالوا الحميم شدة الحرارة أو الماء المغلي، وبلغ حره ذروته، فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم. وقالوا الغساق قيح وصديد أهل النار، يشربون منه من قيح وصديد أهل النار. الفريق الثاني قال كلا، وإنما الغساق البرد الشديد وهو الزمهرير. البرد الشديد، انتبه، لأنه في عذاب النار برد، نعم نعم، وهذا واضح في الحديث، فأذن الله لها بنفسين، النفس الأول أشد ما تجدون من حرارة، والنفس الثاني في أشد ما تجدون من برودة، فهناك عذاب بالبرد في النار، نعم. فقالوا أن الغساق البرد، وهي مأخوذة من غسق الليل، وهي مأخوذة من غسق الليل، ظلام وبرودة الليل، ظلام وبرودة الليل، هذا معنى غسق الليل، أخذ منها العذاب بالزمهرير الذي هو الغساق البرد الشديد. ويمكن الجمع بين القولين في كلمة غساقة، غسق الجرح القيح والصديد، وغسق الليل برودة الليل وظلام الليل، فاجتمع أنهم يشربون من قيح وصديد أهل النار في برد شديد وظلمة وعتمة، فاجتمع عليهم كل المعاني، نعم يجوز الجمع بين الأقوال بالكامل، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعود، إذن غسق الليل الظلام والبرودة إلى بداية ظلام الليل، وهو انتهاء الشمس بالكلية بل والشفق أيضا، وهو وقت المغرب، وهو وقت صلاة المغرب. ثم من بعدها، من بعد وقت صلاة المغرب، في غسق الليل أيضا يتضمن وقت العشاء.
إذن فهذه الآية اشتملت على الصلوات الخمس، ظهر على الوجه الذي أسلفنا، والعصر على الوجه الذي أسلفنا، والمغرب من غسق الليل وامتداد الليل في ظلامه تأتي العشاء، ثم قال وقرآن الفجر، والتقدير وأقم قرآن الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر. وسمى صلاة الفجر قرآن، ودل على الصلاة بجزء منها لفضل قرآن الفجر ولأهميته. وقرآن الفجر ليس هو الذي تسمع في الإذاعة ويسموه قرآن الفجر، هذا خلط، وكان الأولى أن يسموه أي مسمى آخر، ولا نعلم في السنة سندا لهذا القرآن الذي يقرأ قبل الفجر. أما قرآن الفجر الذي نص عليه الكتاب وهو الذي معنا في سورة الإسراء، قرآن صلاة الفجر. وأنت ترى السياق، الصلوات الخمس لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي أقم صلاة الفجر أو أقم قرآن الفجر. وسمى صلاة الفجر دل عليها بجزء منها وهي القراءة، دلالة على فرضية القراءة في الصلاة، ودلالة على أهمية القراءة في الفجر. وسمى صلاة الفجر قرآن الفجر ليه؟ واحد، دلالة على أهمية القرآن في قراءة الفجر وفي صلاة الفجر ومكانته، وسيأتي الآن لماذا هو ذو مكانة، لماذا قرآن الفجر له مكانة. قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، والتقدير لأن قرآن الفجر كان مشهودا، وسيأتي بعد قليل. فنص على قرآن، على صلاة الفجر بلفظ قرآن الفجر لسببين: الأول لأهمية قرآن الفجر لأنه كان مشهود، الثاني ليبين أن القراءة فرض في الصلاة، وهو استنباط جيد من أهل العلم، ليبين أن القرآن والقراءة فرض من فرائض الصلاة، فعوض عن كلمة الصلاة بالقرآن، ليدل على أن الصلاة إنما هي القرآن، إنما هي القراءة. واضح ولا نفصل أكثر؟ واضح؟ طيب. ودل لكلمة قرآن الفجر على الوقت الخامس، وهو وقت الفجر، وقت الصبح. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، خمس مواقيت في جملة واحدة. سبحان من هذا كلامه، أشار إلى المواقيت الخمسة. شوف جملة دي، أشار إلى الصلاة الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الصلوات الخمسة. إن قرآن الفجر، هذه الجملة محل تعليل لما سبق، وهو الأمر بإقامة قرآن الفجر أو بلزوم قرآن الفجر. يبقى وقرآن الفجر المقدر قبلها، وأقم قرآن الفجر أو إلزم قرآن الفجر. لماذا؟ الجملة التي ستأتي هي التعليل، لماذا أمره بقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي لأن قرآن الفجر كان مشهودا. التأكيد بإن، إن قرآن الفجر كان في الزمن الماضي للتأكيد والثبوت على ذلك، إن قرآن الفجر كان مشهودا على وزن مفعولا، وفيه كثرة الشهود عليه ممن، من الذين يشهدون قرآن الفجر؟ ملائكة، ملائكة الليل ولا النهار؟ الاثنين، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في الفجر والعصر، أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري وغيره: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار.
فيجتمعون في الفجر والعصر. يعني وردية موجودة من غروب الشمس، عفوا من العصر للفجر، عند الفجر بتيجي وردية تانية تستلم من الفجر للعصر، واللي طلعوا ينزلوا تاني العصر، واللي كانوا موجودين يطلعوا ينزلوا في الفجر، وهكذا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في الفجر والعصر ثم إذا صعدوا يسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فهل أنت من المصلين للعصر والفجر؟ طيب لماذا لم يخص قرآن العصر سري أما قرآن الفجر جهري؟ طيب لماذا لم يخص قرآن المغرب والعشاء؟ قالوا لأن المغرب والعشاء فيها ركعات سرية أما الفجر فكلا الركعتين جهري. هذه واحدة. الفائدة الثانية، من السنة الإطالة في قرآن الفجر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية في الفجر، وكان عمر يقرأ بالنحل ويوسف، ركع النحل وركع يوسف. وإن كنا لا نطيق ذلك فلتصبر على الإمام أن يطيل القراءة ولو بوجه، وجهه شوية لضعف الهمم عند الناس. وإنما الأصل أن النبي كان يطيل في قراءة الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه واحدة، ولأن الناس يكونون في نشاطهم لتوهم قاموا من النوم، فايق خلاص، فايق لسه قايم من النوم. احنا عندنا نقول لسه هينام، احنا عاكسين كل حاجة ماشيين بالشقلوب، بيجي الفجر واصلا لسه هيبدأ ينام، وإلى الله المشتكى. إنما الأصل الذي فطر الله الناس عليه أن الناس ينامون بعد العشاء ويستيقظون قبيل الفجر، فإذا أتى للفجر يكون إيه؟ صاحي ومنتبه ومركز أول ما يدخل عليه القرآن. لذلك تجد أن صلاة الفجر وقرآن الفجر له نكهة، نكهة خاصة. لماذا؟ الإنسان بيكون مشغول في الدنيا ويوم داخل على صلاة الظهر، على صلاة العصر، على المغرب، على العشاء، في وسط انشغاله في الدنيا، فإذا نام سكن التفكير وسكن العقل، كل اللي كان عمال يفكر فيه وقف، نايم خلاص. فلما يستيقظ قبل ما الدنيا تخش يدخل القرآن، قبل ما الدنيا تبدأ تشتغل تاني أول حاجة بيصادفها إيه؟ وهي من فوائد صلاة الفجر، أول حاجة بيصادفها القرآن. لذلك وقع قرآن صلاة الفجر على النفس أشد من وقع باقي الصلوات، وقع قرآن صلاة الفجر على النفس أشد من وقع باقي الصلوات. ليه؟ لأن يبقى لسه العقل ما انشغلش، كان عطلان، وأول ما انتبه على القرآن، فبيصادف أن العقل صافي، فبيكون وقع قرآن الفجر أقوى. لذلك سنت فيه الإطالة، الإطالة ولأجل أنه مشهود. وكذلك أيضا من الفوائد في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا من ملائكة الليل والنهار تأخير صلاة الفجر إلى الغلس. أنا ماليش دعوة بحد وما بفرضش على مسجد، أنا هنا وظيفتي إن أنا أوضح لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ كان يصلي الفجر بغلس. إيه الغلس؟ قرب بداية النهار، يعني آخر ظلمة الليل. وكما قال الأصحاب فكان ينصرف ويعرف بعضنا بعضا. فهمت إيه؟ ما كانش عندهم لهم مكشفات وكده، فكانوا بيصلوا فين؟ في الظلام، يدوبك حاجة كده موضحة بس ان الصفوف واقفة ازاي. ممكن يصلي في الظلام الدامس، في الظلام الدامس مش عارفين بعض، فينصرف النبي من الصلاة ويعرف بعضنا بعضا. ليه؟ بداية الضوء، بداية ضوء النار، خلاص يبصوا البعض، بدأت الملامح ايه تبان،
هذا وقت الغلس، بداية أول بزوغ للضوء. قالوا وهو هذا الوقت الذي يتقابل فيه ملائكة الليل مع ملائكة النهار. ما هو النهار هيجي، ملائكة النهار هتيجي مع بداية الضوء، وملائكة الليل هتنصرف مع آخر نقطة ظلام. خلاص، في هذا الوقت تكون الصلاة، ليجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، ليجتمع. إنما لم يصلي الفجر بيصلي بدري ويخلص ويروح وينام ولسه الدنيا ظلمة. طب هتجيب ملائكة النهار منين؟ هتجيب ملائكة النهار تشهد منين؟ هتقول لي يعني نعمل ايه؟ اقول لك تحرى المسجد الذي يؤخر، تحرى المسجد الذي يؤخر إقامة صلاة الفجر، هو الأولى من الصلاة في المسجد الذي يعجل، هو الأولى أن تصلي فيه من المسجد الذي يعجل، وكلما أخر كان أشهد من الملائكة، كان أشهد من الملائكة. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم هذه الجملة فيها ما فيها من الكلام على فضل صلاة الفجر، ذكرت لك فيما ذكرت أطراف من فضل صلاة الفجر. وأما الكلام إذا خرجنا إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أن فضل صلاة الفجر فضل عظيم يفوته النائم، يفوته النائم. الله لما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أهل التفسير وأهل العلم أن الوسطى العصر، الفريق الثاني أن الوسطى الفجر، لأنه وسط بين الليل والنهار. وكذلك قالوا أن العصر لأنه وسط اليوم، وقد يكون أيضا وسطا بين الليل والنهار. وفريق قال على الصلاتين، الصلاة الوسطى الفجر والعصر، كلا الصلاتين. وهذا له شاهد من أحاديث النبي أن يقرن صلاة العصر مع صلاة الفجر، أعظم الصلوات الفجر والعصر. وهذا له شواهد كثيرة. لما أقسم الله بالعصر، أحد خمسة أقوال أن العصر صلاة العصر، أن العصر صلاة العصر، والله لا يقسم إلا بعظيم، والله لا يقسم إلا بعظيم. فلما أقسم بالعصر تعظيما لشأن صلاة العصر. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، في وصية، في الوصية عند الموت، ماذا قال؟ قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، الحفظ ها، تحبسونهما من بعد أن يصلى. يكاد يكون إجمع الجمهور على أن الصلاة المقصودة صلاة العصر، صلاة العصر. ليه؟ لأن الرجل حري به أن يكون أمينا من بعد العصر، ما يكذبش من بعد العصر. ليه؟ لأنه إشارة إلى انقضاء يوم من العمر، هتختم يوم بكذب. ما هو إذا أذن المغرب انتهى اليوم وبدأ الليل، أنت عندك يوم وليلة، ينتهي اليوم بأذن المغرب، فإذا كان العصر إشارة إلى انقضاء اليوم، علمك النبي أن تختم اليوم بذكر، وعظم الأمر أن تكون هناك معصية بعد العصر. ففي الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، قال ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر، نص الحديث كده. مش معنى بعد العصر، لأن انقضاء يوم ده تذكير للناس إن العمر خلاص، يوم راح من العمر، وإشارة إلى أن العمر كله هيعدي زي ما اليوم ده عدى. فبماذا تختم اليوم؟ بيمين فاجرة. ف
فقال ورجل حنف يمينا فجرا بعد العصر، لأن العصر فيه تذكير بانقضاء اليوم وانقضاء العمر، فلذلك كان العصر له فضل عظيم والفجر. ذكرت لك حديث واحد منذ قليل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيشهدون صلاة الفجر ويشهدون صلاة العصر، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، بتبقى أنت فين؟ الملائكة بتطلع تقول عنك إيه؟ كل أدرى بنفسه. الملائكة بتطلع تقول عمل أتيناهم وهم يصلون ولا هم نائمون ولا هم يأكلوا ولا هم إيه؟ الملائكة بتجي لك وأنت عامل إيه في العصر والفجر؟ بتبقى أنت فين؟ كل أدرى بنفسه. التقرير بيطلع عنك مرتين في اليوم، مرة في الفجر ومرة في العصر، بتبقى أنت فين بقى؟ انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من الأحاديث لفضل الفجر كثير، فيقول من صلى البردين دخل الجنة. شوف نص الأحاديث، والأحاديث التي سأسوقها على مسامعك البخاري أو مسلم، لن أخرج من هذا. أنا أقول لك مقدما عشان أختصر الوقت، كل الذي سأذكره لك صحيح في هذا الصدد. قال من صلى البردين دخل الجنة. شوف الجزم ده، جزم وحزم. من صلى البردين دخل الجنة، قال البردين العشاء والفجر، وقال البردين الفجر والعصر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، اللي هم يبقى العشاء والفجر، بالنور التام يوم القيامة. ده أجر يفوت يا رجل طيب، ده أجر يفوت. النبي يقول ذلك كنت تفوت أجر صلاة الفجر، هل هذا أجر يفوت؟ اسمع، إنكم ترون ربكم لا تظلمون في رؤيته، يعني لا تظلمون في رؤيته. الضيم الظلم، وفي الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته. ما معنى أن يقول لا تضامون؟ لأن الذين سينظرون إلى وجه الله واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا اثنين، ملايين، أعداد كثيرة، اللهم اجعلنا منهم. ممكن أحيانا يبقى كل الناس عايزة تشوف حاجة فتزحم عليها، ما تعرفش أنت تشوفها من الزحام، صح كده؟ على ما توصل تكون خلصت، وقف على صف عيش مثلا في الطابونة، على ما يجي دورك يقول لك ده خلص، أصابه الضيم من الزحام، خلاص؟ هل هناك في رؤية الله ضيم أو ظلم من الزحام؟ فالنبي يصور لك، قال هل تضامون في رؤية البدر ليلة التمام؟ في حد بيتظلم ما بيشوفوش؟ هل تضامون في رؤية البدر ليلة التمام؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل غروبها العصر. من الأسباب التي تجعلك تنظر إلى وجه الله الكريم أن تحافظ على الفجر والعصر، أن تحافظ على الفجر والعصر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من صلى الفجر في جماعة فإنما هو في ذمة الله، عليها حفظ ورقابة ومعية من الله. إذا صلى الفجر في جماعة هو في ذمة الله، فلا يضر ولا يساء. طيب اللي ما بيصليش الفجر بقى،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجل نام عن صلاة الصبح قال هذا ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. اسمع اللفظ، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه استخفافا به واستهزاء به لأنه أطاعه ونام. وكم من أناس آذانهم مبولة للشيطان، كم من أناس آذانهم مبولة للشيطان، كثير جدا كثر ما بيمشي يصلي الشيطان بيتسلم. وفي الحديث الآخر قال يعقد الشيطان، في البخاري أيضا، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد ويقول عليك نوم ثقيل فارقد. يعني الشيطان بيعقد على أفاه ثلاث عقد، هذا اللفظ بالعامية، يعقد الشيطان على قافية صفحة عنق الرجل من الخلف وهي القفا، وسميت القفا من اقتفاء الأثر، إذا أردت أن تتبع رجلا صرت خلفه، فصفحة عنق الرجل من الخلف تسمى قفا أو قافية. قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، يديله ثلاث عقد ويقول له إيه؟ عليك نوم ثقيل فارقد، وينيمه يخليه يصحى. فإذا قام انتبه، من انتبه وقام إلى الصلاة انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا خفيف النفس، روحه حلوة قايم كده مش متعكر. وإلا يعني إن ما عملش كده قام خبيث النفس كسلان. الثلاث عقد بتوع الشيطان على أفاه بيخلوه يقوم الصبح صفته إيه؟ وإلا قام خبيث النفس كسلان. يعني إيه خبيث النفس؟ مش طايق حد يكلمه. وأنت بتشوف الناس دي كتير قوي، تلاقي مع الصبح كده رايح الشغل ما صلاش الفجر وقايم على إيه؟ على الشغل على طول. ماشي في الشارع مش شايف قدامه، ممكن يطص في عمود، مش شايف قدامه عمال يتطوح متضايق، يخش يقعد على المكتب تقول له السلام عليكم عايزين نعمل مش عارف ده وقته، ده لسه اصطبحنا، ده مش عارف ايه، تلاقيه قاعد في المكان بتاعه عايز يحط دماغه كده على الترابيزه اللي قدامه ينام، ما يفوش الا لما تحط له شويه سندوتشات وكوبايه شاي وبتاع، اه شهوه البطن هي اللي تخليه ينتبه. وبعد ما يفين على الساعه 9 كده على ما يبدا زي ما بنقول بالعاميه ياخد المود بتاعه او ياخد ايه الانتباه بتاعه. ده مين ده بقى؟ ده اللي خد الثلاث عقد على قفاه ونام واستغرق في نومه. أما الذي قام صلى الفجر وقطع النوم بصلاة الفجر ده خلاص انتبه، نام بدري وصلى الفجر وقايم رايح تلاقيه نشيط عنده حركة. هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد ويقول عليك نوم ثقيل فارقد. فإذا قام انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا خفيف النفس، وإلا إن لم يفعل قام خبيث النفس كسلان. أنت فين يا رجل؟ من صلاة الفجر أين أنت؟ صلي أو تصليش؟ هتقول لي الشتاء البرد، كل دي مش أعذار، كل دي مش أعذار. الصحابة كانوا أشد في الفقر وهدومهم أخف من هدومك، أنت ما شاء الله ممكن يبقى عندك كم لبس تلبسه وأنت خارج صلاة الفجر، ممكن تلاقي واحد لابس 10 حاجات فوق بعض مش مشكلة خارج صلاة الفجر. الصحابة ما كانش عنده إلا حاجة واحدة ممكن يحطها على جسمه ويخرج يصلي في شدة البرد، وما كانش فيه بيوت ولا عماير ولا حاجات تسترهم من الهواء، ده كانت صحراء. وما أدراك ما البرودة في الصحراء، الناس اللي خدمت في الجيش عارفة الكلام ده، لما يقف متسع كده فراغ ما فيش حاجة تحجب الهواء عنه، احنا كنا بنرجع بنستخبى ورا الهناجر بتاع الطيران عشان نمسك في حاجة بس كده تصد الهواء، والهنجر واقف في صحراء لوحده أصلا عشان حاجة تمنع الهواء بس. وكان الصحابة يعيشون في هذا ويقومون للفجر ويصلون خلف النبي
ويصلون العشاء وفي قمة البرد وما في عندوش بقى يفتح تنزل مية سخنة وسخان ومية دافية. نحن في رفاهية وهي حجة علينا، هذه النعمة حجة علينا. دماغي سقعانة، عندك 50 حاجة تحطها على دماغك، الودن عندك تحطها على الأذن، الزور تحط على العنق ما تشاء، على الصدر، على كذا، جورب في القدم، نعم. وبعد كل ده ياخذ الثلاث عقد وينام برضه في الشيء. طب ليه؟ ويقوم الصبح تلاقي يتكلم عن الرجولة. يا رجل ما بتصليش الفجر وتتكلم عن الرجولة؟ أي رجولة عندك؟ مش قادر ترفع غطا وتقوم تصلي؟ تسمي نفسك راجل؟ انت الرجولة عندك مقاييسها ايه؟ لا، احنا عندنا القرآن حط مقاييس الرجولة. ماذا قال؟ قال رجال لا تليهم تجار ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. شوف المقياس بتاع الرجولة، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ما صفتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة خير من النوم، واندرجت في الأذان بإخبار النبي الصلاة خير من النوم. ما الذي يمنعك من هذا الفضل العظيم؟ النوم؟ نام بدري شوية، نام بدري شوية وقوم مش مشكلة، وقم من الصلاة وأدرك صلاة الفجر. كم فوتت وكم ضيعت من أجر عظيم جدا. عمرك قد ايه وانت بتصليش الفجر؟ بالك قد ايه بتصليش؟ فوتت فجر قد ايه؟ طب وتنك كده لامتى؟ وستلقى ربك بكم فجر انت ضيعته وبكم فجر انت فوتته من عمرك. ليه؟ عشان النوم، عشان النوم. واحنا بنقول لك ما تنامش، نام بدري شويه وقوم صلي، قوم صلي، ما تضيعش الأجر عظيم. صلاة الفجر لا يعادلها في اليوم شيء. والمصلين للفجر عارفين كده، ان صلاة الفجر لها متعة لا يعادلها شيء في اليوم كله. فلماذا تغفل؟ وبعدين لما انت تنام مين هيصحي الزوجة؟ مين هيقوم يصلي؟ مين؟ مين هيقوم الأولاد؟ هيصلوا الفجر؟ لو عندك ابن بلغ مثلا مين اللي هيصحي ده؟ مين هيأمره بالصلاة؟ ألم يقل الله أمر لك بالصلاة لما أنت تنام عن صلاة الفجر؟ مين اللي هيصحيه؟ مين هيصحي الزوجة؟ يقول لي لا ما هي بتصلي. تبقى المصيبة أكبر. هي بتصلي وأنت بتنام؟ القرآن وصف الرجال، قال الرجال رجال لا تليهم تجارة. يوم النساء يصلي والرجل نايم، والله والزوجة اللي بتصحيه. والنبي أخبرها أن تنضح في وجه الماء. لما رضيش يقوم تنضح النضح والرزاز، تدي رزاز مية كده على وشه عشان ما عادش فهمنا غلط، وجايب النص كسرورة وحطها في وشه ويقوم قايم خابطها يقول لك الشيخ الآن. لا، النضح مية رزاز خفيف كده، بس رزاز خفيف تفوق. والعكس، وهي ما مشي ينضح في وجهها الماء. والأصل أن الإلزام لمين؟ للرجل ولا للمرأة؟ مين اللي صح مين؟ أنت الرجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. عب قوي أن أنت اللي تبقى نايم وهي اللي تصحى تصحيك يا أخي، عب جدا أن هي اللي تصحيك من الفجر. أنت القوام، أنت الرجل، أنت المسؤول. لما تخلى الرجال عن دورهم في تقويم النساء والأولاد صار الحال كما ترى. هو له دور في البيت، تلاقي الرجل ما بيصليش، مستني الواد يطلع ايه؟ لما الاب ما بيصليش الفجر مستني الواد يطلع ايه؟ بيحافظ على الصلاة؟ مش ممكن، مش ممكن. ينبغي ان تنتبه لها. اطلنا الكلام، ولكن كان ينبغي ان نتكلم عن صلاة الفجر ولو قليلا. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهورا. ثم قال، عرفت خلاص المواقيت الخمسة؟ نعم، خذ الزيادة. ومن الليل، من بمعنى بعض، من بمعنى بعض،
ومقدر محذوف قبلها قم، قم من الليل أي قم بعض الليل، قم من الليل أي قم بعض الليل. نافلة، معنى النافلة الزيادة، معنى النافلة لغة الزيادة، نافلة لك، ومنها جاءت الغنائم التي تأتي كزيادة بعد الحرب تسمى الأنفال، الأنفال النافلة من نفس المشتق. قال نافلة لك زيادة لك، هذه اللام للنبي اختصاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لأجلك أو نافلة لك. طيب قالوا أن هذا افتراض لقيام الليل على النبي، فرض على النبي، أن قيام الليل على النبي فرض، وسقط عن أمته، انتبه، وسقط قيام الليل أو سقط وجوب قيام الليل عن الأمة. لما أقول لك سقط تفهم من كده أنه كان إيه؟ كان فرض؟ آه كان فرض. إيه رأيك؟ قيام الليل أول ما نزل كان فرض، نعم. لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كان هذا بمثابة الوجوب قبل أن تفرض الصلوات الخمس. فكان الأصحاب يقومون من الليل حتى تغيرت ألوانهم وانتقعت وجوههم وتورمت أقدامهم. ليه؟ ما هو ما معهوش وقت يقدر بنصف الليل، فيتم يصلي يقول لك أنا كده جبت النص ولا ما جبتش أزود، أنا جبت النص ولا ما جبتش أزود، ما عايز يجيب النص أو تلتين الليل، خلاص يتفاجئ إن النهار طلع هو ما نمشي، ما قدموش غير إنه يقيل بقى وقت القيلولة وخلاص. فتغيرت ألوانهم وشحبت وجوههم. جيل الصحابة ده الجيل الذي عانى في بداية نزول الشريعة وامتثل للأمر على صعوبته، وهو الذي عصر الأحكام وتغيرت عليه، الجيل اللي أحكام الشرع تغيرت وموجود، وظلوا هكذا حتى افترض الله الصلوات الخمس ونزلت آخر آية في المزمل. طيب قعدوا على الحال ده قد إيه؟ يقيموا الليل كله ويصلوا الليل كله؟ سنة. قعدوا سنة يصلوا كده. صلى الله عليه وسلم على النبي وبعد. فظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون الليل إلى الفجر سنة، لأنه كان عليهم فرض، حتى تغيرت وجوههم وأجسامهم صارت نحيلة. معلوم أن عدم النوم في الليل لمدة طويلة بيعمل إيه في الإنسان؟ فأنزل الله قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وتاب عليكم هنا بمعنى خفف عنكم تقصيركم وخفف عنكم في الحكم. إذن فتاب عليكم هنا تشمل إيه؟ التخفيف في الحكم، مثلها في آيات الصيام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أيضا خفف عنكم الحكم وتاب عليكم ما كان منكم من تقصير. فهنا قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنزل التخفيف بأن صلاة الفجر، عفوا، بأن صلاة قيام الليل إنما هي زيادة وإنما هي نافلة. قالوا أن هذا للأمة ولكنه فرض على النبي، هذا القول الأول. القول الثاني بل هو نافلة للنبي ونافلة للأمة، وأن الوجوب رفع عن النبي ورفع عن الأمة. الذين قالوا بالوجوب أنه واجب على النبي قالوا هذا بسبب آية الإسراء التي معنا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ف
فكون أن هذا اختص بالنبي فهو فرض عليه، والراجح أنه سقط عن النبي وعن الأمة، وإنما هي نافلة. أصل معنى النافلة زيادة، زيادة على إيه؟ على الصلوات المفروضة، وهي الصلوات الخمس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما الحكم بالنسبة للأمة فالصحيح أنه سنة ليس بفرض. قيام الليل بالنسبة للأمة سنة، فضل عظيم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل فضل عظيم نعم، ولكنه ليس واجب. لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني ما افترض الله علي من صلاة، قال الصلوات الخمس، قال فأخبرني ما افترض علي من صيام، قال صوم رمضان، قال فأخبرني ما افترض علي من زكاة، قال فأخبره بأمر الزكاة، وقال وأن تطوع فهو خير، ولما أخبره بالصيام قال وأن تطوع فهو خير، ولما أخبره بالصلاة قال الصلوات الخمس وأن تطوع فهو خير. فقال الرجل لا أتطوع ولا أزيد عليها ولا أنقص منه، لا أزيد عليها مش أصلي نوافل ولا أنقص منها. وانصرف الرجل فقال النبي إن فعل دخل الجنة، إن فعل دخل الجنة لو التزم بالصلوات الخمس لأنها الفرائض، ولكن الزيادة فيها خير، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الله يقول ذلك سبحانه وتعالى. فتهجد أصل الهجود إيه؟ النوم بالليل، أصل الهجود النوم بالليل. أتقول له يعني هو أمر أن ننام بالليل؟ ما سميت الصلاة تهجد ليه؟ لا، تهجد يعني اجتنب النوم بالليل. يبقى الهجود النوم بالليل، تهجد يعني اجتنب الهجود بالليل، اجتنب النوم بالليل. مثال الحنس، يعني الحنس الوقوع في الاسم العظيم، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، الذنب العظيم. طيب لما نقول كان النبي يتحنث الليالي ذوات العدد، كما في صحيح البخاري، يتحنث يعني يجتنب حنس المشركين في الليالي ذوات العدد، وكان يصعد إلى الغار ويتركهم، وهذا قبل الوحي. طيب لما قلت تحرج أن يفعل كذا، يعني وقع في الحرج ولا تجنب أن يقع في الحرج؟ لما نقول الرجل ده تحرج أنه يأكل معايا، تفهم أنه وقع في الحرج ولا اجتنب أن يقع في الحرج؟ عشان كده ما كانش إيه؟ اجتنب أن يقع في العرض. لما نقول تأثم أن يكتم العلم، يعني يتأثم وقع في الإثم ولا اجتنب أن يقع في الإثم؟ اجتنب أن يقع في الإثم. قال تهجد يعني اجتنب الهجود في الليل اللي هو النوم. ليه؟ لأجل الصلاة. فأطلق هذا على صلاة الليل، سميت تهجد لأنه اجتنب النوم في الليل وعمل إيه؟ وصلى، أو اعتزل نوم الليل من أجل أن يصلى. لذلك فريق كبير من أهل العلم على أنه إن لم تكن الصلاة من بعد نوم ما تسمىش تهجد، تسمى قيام. شاهد بنسأل كيف يعني إيه لك ترويح، ويعني إيه قيام، ويعني إيه تهجد؟ إذا قام عن نوم يبقى اسمه تهجد. ليه؟ لأنه ترك وتجنب الوجود اللي كان فيه اللي هو إيه؟ نوم بالليل، وقام صلى. يبقى التهجد اللفظ ده يكون بعد نوم، يكون إيه؟ بعد نوم. قام عمل إيه؟ صلى نافلة. حط تحتها خط عشان لو واحد نايم ونايم بالليل وصلي العشاء تقول لي تهجد بالعشاء، لا، المكتوبات ما اسمهاش ايه؟ تهجد. انما تهجد يعني قام عن نوم وصلى في الليل، ده اسمه يبقى اسمه ايه؟ تهجد. طب لو تنه صاحي وصلى بالليل اسمه قيام، ما اسمهش تهجد على الراجح والعلم عند الله.
قال ومن الليل فتهجد به، عائد عليه على قرآن الفجر، ولكن قصد القرآن من غير تقييد. هو القرآن الفجر ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ بالفجر. ده مقيد بالفجر. فلما قال فتهجد به أراد التقييد ولا أراد الإطلاق؟ أراد قراءة القرآن إطلاق، إطلاق. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن، تهجد به يعني بالإيه؟ بالقرآن. نافلة لك، زيادة لك، عسى أن يبعثك ربك. قالوا أن عسى هنا بمعنى لأجل، بمعنى التعليل، لأجل أن يبعثك ربك. اوعى تفكر أن عسى هنا تفيد التشكيك، يعني عسى أن يبعثك ربك يعني ممكن يبعثك وممكن لا، لا. إذا كان الكلام عن الله فهو القطع لا التشكيك. الكلام عن الله بأدوات اللي أنت بتفكرها أنها تشكيك أو وضع احتمالين، إذا كان الله هو المتكلم تفيد التأكيد مباشرة. قد يعلم الله المعوقين منكم، معلوم أن قد مع المضارع تفيد الاحتمال، صح كده؟ قد يعلمه الله يعني ممكن يعلمهم ولا ممكن ما يعلمهمش، كلا. وإنما القطع تفيد هنا التأكيد والتحقيق، لا تفيد للتوقع أو التشكيك. فهنا قال عسى أن يبعثك ربك، قطعا سيبعثك صلى الله عليه وسلم، فأمره بالزيادة في الصلاة، فصلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي وأمهات المؤمنين ينامن، محدش كان بيقدر يصبر معاه في صلاته. لما صلى خلف حذيفة صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، النبي صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، أتى على البقرة وبعدها النساء وبعدها آل عمران، هكذا على هذا الترتيب، ما كانش لسه ترتيب المصحف ده استقر عليه، فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ولما افتقدته أم المؤمنين من الليل عائشة رضي الله عليها وظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، فانتبهت من النوم فارتطمت يدها بقدمه وهو ساجد، وسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاتي فقالت أين أنت وأين نحن يا رسول الله، أنت فيه ونحن فيه صلى الله عليه وسلم. كم تصلي من الليل؟ صلاة القانتين، صلاة العباد والزهاد، صلاة المنقطعين، صلاة أنس المحبين لربهم تبارك وتعالى، صلاة المناجاة بينك وبين الله، صلاة أهل العلم، لأن الله قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقرن هذا بصلاة الليل، وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيت يقضي المبيت سجدا وقياما. وقال في وصف أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم الخفيف، مش إنه ينام ويستغرق، لا، ده الهجوع ده يخطف شوية، يخطف شوية. قال الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي صفة مين؟ صفة أهل الجنة. أتى العلم الحديث وقال لك لازم تنام 8 ساعات، 8 ساعات عشان الجسم يسترد قوته. طيب يا سيدي، الله قال كانوا قليلا من الليل يهجعون، والعلم يقول لك اخبط 8 ساعات، عرفت توفق بينهم وفق، عرفت توفق وفق، ما عرفتش فالتزم بقول الله. انا مش هقدح في كلام الدكاتره وكلام الناس اللي هو العلم الحديث اللي قال لك 8 ساعات مش هقدح فيه، بس انا اتحداك ان صحابي كان بينام 8 ساعات، اتحداك على هذا، ان صحابي يخبط 8 ساعات متواصل مش ممكن، كانوا بيخطفوا، يخطف ساعه ويقوم يصلي
يخطف ساعتين ويصلي حتى لو نام من اول الليل يوم في منتصف الليل او الثلث الاخير ما يجيبوش 8 ساعات برضه ما يجيبوش 8 ساعات وتسمع انهم كانوا يقرؤون البقره وآل عمران والنساء ونصف القران وربع القران نام 8 ساعات ويبقى هذا ايضا قد يدخل في ضرب المستحيل طيب حتى لو هتنام 8 ساعات الفجر ما تضيعش الفجر نام شويه وقوم صلي الفجر وبعدين بقى تعالى كمل الثمانيه اللي الدكتور موصيك عليه اهم حاجه ما تضيعش الفجر انتبه خلاص كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وان الله ينزل الى السماء الدنيا لما يفضى الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه والى الناس اما نيام واما امام الشاشات او امام الموبايلات والى الله المشتكي وتم الشيطان مصحيه لحد قبل الفجر بنص ساعه يقول انت مش هتنام لك شويه بقى رايح بقى خلاص يقوم حاطط التليفون يقول لك اما انام بسرعه قبل الفجر يدي لان الفجر بيوجعه أي والله هو كده بيحس ان الفجر يؤذه يقول لك انام عشان يبقى اسمه انتباه ما حسيتش عشان مش قادر يروح يصلي طب انت بتعمل ايه طول الليل؟ امام التليفون امام الشاشات امام كذا وقبل الفجر بنص ساعه يسحب فوت صلاة الليل وفوت ذكر الله بالليل وفوت الاستغفار بالليل وفوت التسبيح بالليل لأن كل واحد من دول له نص إنك تسبح بالليل فقط ده له فضل وإنك تستغفر بالليل وبالأسحار هم يستغفرون ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا والصلاة بالليل لها فضل فوت التسبيح وفوت الاستغفار وفوت الصلاة وفوت تحصيل العلم كل ده ممكن يتعمل بالليل فوت ده كله ثم طم الكبرى ان فوت صلاه الفجر ان فوت صلاه الفجر كل ده ليه من اجل متع دنيا وشهوات انتبه فان العمر قصير وان الزاد قليل والله امرك ان تسارع وسارعوا الى مغفره من ربكم سابقوا انت بتعمل كده بتسهر طول الليل وما تنامش ما تصليش بالليل وما تصليش الفجر وانت كده في المسابقه اللي ربنا امرك بها في المسارعه في المنافسه التي قال فيها فليتنافس المتنافسون ما هي سرعتك ما هو التنافس الذي معك انتبه فان الموت ياتي فجاه وتلقى ربك بعمل قليل ليه كم عشت من العمر انتبه لهذا وحصل قدر استطاعتك من الحسنات كانت هذه وقفات مع هذه الايات في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم من قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا في هذا القدر كفاية نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرد الناس إليه مردا جميلا هو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.